السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذه واحد الدراسة الأسترالية كتأكد أننا نقدروا ناكل البروتينات اللي بغينا، فهي ماشي هي اللي كتزيد داك الدهن أو الشحم في الجسم، بل بالعكس راه هي مهمة للجسم ديالنا والسعرات الحرارية ديالنا. واللي كيتخصنا بعدو منه هو السكر وكاع المواد اللي هي حلوه بزاف، وحنا كنعرفوا حنا معروفين في عندنا في المغرب، وماشي غير في المغرب، في المغرب العربي كامل وفي المشرق اننا كناكلوا الحلويات بزاف، كناكلوا السكر بزاف، كنديروا اتاي بالسكر، كنديروا قهوه بالسكر، كل شيء فيه سكر، والسكر هو خطير جدا، خطير علينا، وماشي غير الناس اللي متصابين بداء السكري اللي خطر عليهم هذا السكر، وانما كاع الناس، وحتى الدراري الصغار خصنا نقللو ليهم بزاف من السكر باش ما يولفوش ويتعودوا على هذاك السكر. وان ما حدنا حنا كناكلو السكر، ما حد الجسم ديالنا كيطلب السكر، هذا هو المشكل. دونك خصنا نقللو منه، وحتى الاولاد ديالنا نقللو ليهم السكر باش ما يتعودوش عليه بزاف. وكيف قلت لكم راه ماشي هذوك البروتينات اللي غادي نتكلم لكم عليهم من بعد اللي كيديروا لنا داك الشحمه في الكرش وفي الذات كامله، وانما هذا السكر هو اللي خصنا نقللو منه. فوالا سيدي، كيف قلنا. وكاينه حاجه اخرى وقبل ما نوصل لهاد البروتينات، غادي نقول هي هذيك، غادي نقول لكم من فضلكم ولا جات على خاطركم ما تنساوش تشاركوا معايا، ديروا لايك الى عجبتكم الفيديو باش نبقى مره، وديروا كذلك ابوني باش مره توصلكم الجديد. فوالا، دونك هاد المواد هذه اللي قلت لكم عليها اللي هي بروتينات وما كتضرش الجسم وما كتغلطش، ماشي ما كتغلطش، غادي نغلطو، غادي نغلطو مي بلي موسكل، ناكلو هاد البروتينات باش نزيدو في الوزن، نزيدو في لي موسكل وفي اللحم، ماشي في الشحم، غيتزيد عندنا اللحم وما يتزادش الشحم، غير هي بنادم يدير شويه تاع الحركات مره، الحركات تمرينيه مره باش داك الجسم ديالك يبقى مشدود، ماشي مترهل بزاف. ودونك هاد البروتينات اللي كنصح بها هاد الدراسه الاستراليه واللي ما عندها حتى شي ضرر علينا، واللي راه كنا نيس كنعرفوا منها حنايا، ولكن ديما كيكون عندنا واحد الشك شويه، كنقولوا لا هذه ماشي مزيانه، لا هذه كتغلط، لا هذه ما كتغلطش، وما غادي نقول لكم عليهم وغادي نتاكدوا منها جميع. كاين عندك لافوكا، لافوكا راه هي ما كتغلطش، وراه هي ما عندها حتى شي ضرر على الذات ديالنا. كاين البيض توسي راه ما كيغلطش وتقدر تاكل منه، ولكن ماشي بافراط كيف كاع المواد، ما خصناش نفرطوا بزاف من هاد البروتينات هادو، انما ناكلوهم بقانون فوالا. وعندك الحوت الدسم كيف الماكرو والسردين والتون والسومو، راه ما عندهم حتى شي ضرر، ناكلوهم حتى هما فوالا بكميه مزيانه بلا ما نخافوا منهم. كاين وسي، كاين عندنا كذلك اللوز، كاين الكركاع، كاين الكاجو، كاين لينوازيت، هادو كلهم مفيدين وما كيضروناش في الجسم ديالنا. ناكلو كذلك اللحم الاحمر والبيض، راه ما كيضرش، وانما غير ماشي بافراط كيف كنقولوا، ناكلو فوالا كميه معقوله. كاينه الزبده حتى هي كلنا كنخافوا منها، كنقولوا راه كتغلط، وهي راه ما كتغلطش، وانما كنهضر هنا على الزبده ماشي الماركارين، خصنا ما ناكلوش الماركارين، نبعدو منها، لان هي وي كدير الدهون في الجسم، كدير داك السمنه في الكرش والشحمه. دونك نبعدو من الماركارين، ناكلو الزبده وناكلو الجبن الفرماج، راه ما فيه حتى هو ما فيهش شي ضرر. وزيت العود، زيت العود راه مهم جدا، مهم بزاف، حتى هنايا الفرنساويين، انا شفت هنا الفرنساويين بزاف كيتعاطاو زيت العود، ولاو كياكلو، تصوروا انه حنا كنا كناكلو شحال هذه من بكري كناكلو زيت العود في المغرب عندنا، وكنغمسوه في الخبز وكناكلو، وما يلا دابا بداو كيديروا هذيك القضيه هذه، ملي عرفوا ان كاع المواد المفيده وكاع الافاده ديال زيت العود على الذات ديالنا، عاد ولاو كياكلوا زيت العود حتى هما، ويديروه في الخبز وياكلوه في الصباح،
تصوروا حنا كنا نديرو شحال هادي عندنا في المغرب. وكيف قلت لكم بالطبع ما نساوش ناكلوا الخضار والفواكه اللي هي مهمة جدا، واللي اللي عندها اللي كتكون من الألياف والفيتامينات واللي هي مهمة جدا للجسم ديالنا. وقبل ما ننسالي كنقول لكم ما تنساوش كذلك تدعمونا وديروا لايك إذا عجبتكم الفيديو وتشتركوا معايا باش تشجعوني. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.